تقدمت مشكورين بواحد المشروع قانون 24 كنظن المتعلق بالبطاقة بطاقة التعريف الوطنية، وغادي نناقشوا ان شاء الله في يوم الاربعاء المقبل، الى انه في المادة 4 و5 يعني كتشير ان الحروف او الاسماء ستكتب بالحروف اللاتينية والعربية، وكنا كنتمنوا تكون شي اشارة للغة الامازيغية. وحنا عندنا قانون تنظيمي تأطر هذه العملية، وعندنا الحمد لله الدستور، وخلق يعني واحد التفاعل على مستوى المجتمع. نتمنى الله أن تنتقطوا هذه الإشارة هذه ولقاو الصيغة المطلة إن شاء الله اللي تنصف المغاربة وتنصف المغاربة مع التاريخ ديالهم. وشكرا سيد الوزير المحترم. شكرا سيدنا المحترم. الآن الكلمة